السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وجايب لكم اليوم فيديو عن لعبة كورونا ليبرتي. راح نتكلم فيه عن الأسلحة، والأسلحة هو يمكن أول اختيار مهم تاخذه في اللعبة. شنو الأسلحة اللي راح تستخدمها؟ في عندك 7 أسلحة: جريت سورد، سورد، داجر، لونج بو، كروس بو، ستاف، ووند. كل سلاح له مهاراته الخاصة وراح تفتحهم كل ما لفلت، وعنده مهارات باسف بعد تقدر تطورهم، وعنده طريقة دفاع مختلفة، وعنده سكيل سبيشاليزيشن انك تخصص في الشخصية زيادة. وغير هذا عندك تقدر تحط لك 3 بلدات تحت اذا تبي تغير بلداتك، ويعني مهارات واجد. ويعني يبي لك من البداية انك تركز على سلاحين بالبداية، توصلهم لين ترفعهم لمستوى محترم شوي، عشان تقدر على الاقل انك تطق فيهم، تقدر توصل حق الميزات الاخيرة. يعني الاخيرة هذه في الستاف يزيد الدمج السحري عندك 5%، ما حدد شيء، كل الدمج السحري 5% زيادة. واللعبة حط لك أول ما تدش نظام تدريب، جرب الأسلحة، شوف اللي تبي، شوف اللي عجبك، شوف اللي يجوز لك. أنا شنو راح أسوي بالفيديو هذا؟ ما راح أعطيك والله العب السلاح هذا بالضبط، راح أقول لك العب السلاح هذا بالضبط، تعرفون يا بوداح ما يحتاج يعني. راح أعطيكم الرسمة وشنو الأسلحة اللي مرتفعة الحين، وأعطيكم كذا موقع متجدد عشان الفيديو هذا تقدر تحفظه. ما راح أطلع لك أنا بفيديو هذا أقوى بلد في اللعبة ولازم إنك تسويه. راح انزلها لانه يوتيوبر، اليوتيوبرز كله يعطيك هذا البلد اذا ما لعبت انت طبيعي. ابعطيكم المسوده كذي هني، هذا الموقع تقدر تدشه تشوف شنو الاسلحه الزينه، شنو الدور اللي تبيه، شلون تقدر تطور نفسك. اوكي، بدايه اللعبه طبعا راح يعطونك الاسلحه الكامله ويقول لك يلا اختار فيهم، وراح تعتمد على نقاطك ومهاراتك وشنو راح تخصص فيه. نخليها الفيديو ثاني هذه. بس الاسلحه في 3 بلدات راح اقولها أبيكم تلعبونها يا ربعنا اللي بالجلد. الشباب الثانيين كيفهم، بس ربعنا اللي بالجلد في 3 بلدات لو تضبطولنا فيهم يعني عشان نقدر إن نوصل نتطور وننافس الناس. طبعا اللي مو يانا بالجلد ايش قاعد تسوي؟ دش الديسكورد وسجل في الجلد. متعدين احنا الحين الحد، بس انه طبيعي راح نسوي لنا جلد ثاني مثل نيو وورد، سوينا 3 جلدات. طبعا المواقع اللي راح نستخدمها هي 3 مواقع، واحد فيهم ماكس رول معروف، كوستلوك.جي جي، وعندك طبعا السبريد شيت اللي مسويه كانن، واحد من اليوتيوبرز الفنانين تعبانين على السبريد شيت راح نتكلم عنه كامل. هذا اول شيء ماكس رول. ماكس رول عنده ميزات وعنده معلومات حلوه ومتجدده، وكل شوي يحدثون الموقع. تذكرون بلوست ارك نصحت فيه، هالمره ننصح فيه مره ثانيه. طق اليمنى اذا تبيه يترجم لك كله بالعربي، ويترجم لك نصائح اللاعبين الجدد، دليل النقابه، كلام كامل وشرح تام. فأنا الصراحة أنصح أنك تستخدم هذا. ليش أقول لك إياه؟ لأن واحد من البلدات اللي راح أنصحكم تستخدمونه هو اللونج بو ستاف. البلد هذا مثل ما تشوف عنده ميزات وعنده عيوب. 4 ميزات: دمج 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 ويحافظ على نفسه، المشكلة فيه صعوبة الحركة بس. وهذا حاط لك البلد شلون تختاره، لفلك بالبداية وتطويراتك واختياراتك من البهارات بلفل كم، من 1 إلى 15 اخذ هذولا، من 18 بدل هذا بهذا، استخدم الحركات. تعبانين على موقعهم هذا، وكل مرة ننصح فيه ويحط لك بعد شلون تركز عليه من المهارات والتريتات والسوالف الثانية. فهذا واحد منهم، وترى البلداتهم واجد يعني عشان تكونون بالصورة. وسيمور روح، تبي تلعب تانك، تبي تلعب دي بي اس، تبي تلعب هيلر، تبي تلفل بالشخصية المعينة، هم شغالين على موقعهم. فأنصح أنك إذا تبي تتعلم على اللعبة دش الموقع هذا، وخصوصا لأن احنا قاعد نتكلم عن الأسلحة. البلد جايد تقدر تشوف البلدات اللي راح يكونون، احنا عندنا 3 راح يكونون اللونج بو ستاف واحد منهم، بس هذا حق التطويرات غير الليفلينج. انت قاعد تبدأ تلعب الحين، شايف الفيديو هذا عشان تبي تطور، تبي تلفل، تبي تختار من البداية، فعشان كذي حاط لك الفيديو هذا. بس هذا بعدين شنو تختار حق البي في بي، حق البي في اي، حق البلدات المعينة كلها بتحصله هنا، وتقدر تطق التير لس اذا تبي تشوف سمول سكيل بي في بي منو احسن واحد، عرفت؟ فماكس رول اعتمده خصوصا بالمعلومات اذا تبي تقعد تقرا يعني، وانت تشوف المهمات المختلفة وتجديد يعني. طالع هذا حاط لك اياه 26/9، هذا 26/9، 26/9، يعني قاعد يعطيك معلومات كاملة ومستمرة، كل هذول التحديثات بنفس اليوم. الموقع الثاني هو كويستلوج. كويستلوج مثل ما تقول داتابيس اللي هو فيه المعلومات الكاملة. معلومات من ناحية شنو؟ تدش على الداتابيس، هذه الأسلحة وهذه الأغراض وهذه العقود وهذا كل شيء موجود في اللعبة عاط لك إياه. تبي سلاح؟ أوكي، شنو السلاح اللي تبيه؟ سيف. شنو السيوف الموجودة في اللعبة؟ هذول، عرفت؟ مغطي لك إياها يعني. فعندك كل شيء، كل المعلومات حاط لك اياها هني. بس احنا نحب الموقع هذا ونفضله عشان سالفه الكاركتر بيلدر،
الكاركتر بيلدر حاط لك هني الناس اللي شنو حاطين بلداتهم، وتقدر ايضا انت تشارك يعني تاخذ بلدك اذا تبيه. بس اللي ابيع عينكم عليهم اللي هم الثلاثة الاوائل هذولا، هذولا من المجموعة اللي مسوين السبريد شيت، كانون، جوي وجرينتون. كان اول ثلاثة، اول ثلاثة هني كانون، جرينتون، جوي ولا جو، كلهم موجودين. وعندك هذول الناس الثانيين كلهم حاطين بلداتهم، اتوقع يوتيوبرز وتويتش ستريمرز. فعندك الحين جوي، هذا جو هو اللي بطل بالبي في بي. اذا شفت اي بث اذا تبي تتابع لك واحد قاعد يلعب بي في بي غيري انا يعني، تابع هذا لانه فنان وبلداته تواكب قدرته على اللعب. كم عنده هو حاط لك اياهم؟ بعد عنده قناته باليوتيوب 4000 اللي متابعينه، بس عنده يعني محتوى كبير عن اللعبه وعن تدش بي في بي على هذا. دشوا شوفوا بي في بي، شوفوا اللعبة، تعلموا منه وبعدين طبقوا ويانا بكل دل. فالحين عقب هذا كله شنو الأسلحة اللي أنصحكم تستخدمونها؟ التانك أول شيء، لعبي أنا البلد اللي راح استخدمه أنا راح يكون سيف وووند. الووند مو قابل للتغيير للجريت سورد، فتختار إذا تبي تلعب بالجريت سورد. والله ما قاعد أطق من بعيد، عندي عصاية تهيل، ما تبي جريت سورد نفس المستوى، والجريت سورد أيضا أفضل بالبي في بي. أما الدمج راح يكون سلاحين ثانيين اللي هم الستاف واللونج بو. لو تشوفون الإحصائيات عندك السورد شيلد، السورد شيلد والووند 5-5-5-5-4-4، ممتاز بكل شيء. هذا بس حاطه 2 بالفارمينج بالبي في اي، وهذا حاطه 4، يعني كلهم متفقين ان هذا افضل شيء. وعلى فكره ترى اللعبه فيها بالانس، يعني متساويين في المهارات، لكن في بعض الاشياء تمتاز فيها. السورد شيلد والووند راح تقدر انك تصمد قدام الاعداء وما تموت بسرعه. الثاني اللي قلنا عنه البو ستاف، راح يطلع لك اورجنايزد بي في بي توب، PvE dungeons top، farming top. هذول طبعا طاقينا 5 بالاشياء هذه، بس تلاحظ ان الثلاث اشياء هذه هم اللي متميزين فيها، اللونج بو ويا الستاف، فايز بالدنجنات وفايز بالفارمينج. من ناحيه PvP راح يكون دمجه عالي حيل، وراح يعتمدون عليه في المعارك المعينه، في معارك معينه داخل PvP. المقارب له حيل يعني اللي هو ايضا البو، الواند والداجر، وهم ممتازين بكل شيء هذولا، وخصوصا السمول سكيل. اذا كانت معركه صغيره الووند والداجر مستوى عالي. فاذا كان همك انت تلعب بي في اي دامج بو ستاف، اذا همك انك تلعب بي في بي، جماعه بي في اي يعني ضد الكمبيوتر، بي في بي ضد الناس. اتوقع ان قاعد تلعب ام ار بي جي وما تعرف تلعبها، ما تعرف المعنى هذا، اكيد انك راح تعرفه. فاذا تبي تلعب ضد ناس، اذا تبي تلعب ضد ناس زحمه البو ستاف، إذا تبي تلعب ضد ناس مجموعات صغيرة سمول سكيل احترافية الووند والداجر، إذا تبي تلعب دنجنات البو ستاف. فهذا هذول الحين صاروا ثلاث بلدات، الستاف واللونج بو تقدر تستخدمهم كسلاح أساسي دمج على كيف كيفك، ولا تغير للداجر والووند إذا تبي تلعب دور معين يعني في اللعبة. لكن أنا أنصح في البداية ستاف واللونج بو. البلد الثالث هو بلد الهيلر، راح يكون الستاف والووند. طبعا بين البلدات هذول الثلاثه هني الستاف والوان تقدر تغير من ستاف لبو، فعندك القوس ولا الستاف على كيف كيف تستخدمهم. بس لاحظ ان بالبلدات الثلاثه الوان كان موجود، فكشيء اساسي طور الوان، سواء تبتلعب تانك، تبتلعب هيلر، تبتلعب دامج. وخصوصا مثل ما قلت لكم تلفيل المهارات تطول حيل، عشان كذي لازم انك تختار اللي تبيه بالضبط. واللي ابيه انا انه يعني الهيلر مالي وياه ستاف وان، التانك مالي وياه سورد وووند، والدمج اللي عندي يكون مستخدم القوس ويا الستاف. لكن كل واحد عنده بلده وعنده المهارات اللي تفرق عنده واللي يحبها واللي يشوف انه تناسب طريقة لعبه اكثر. فعشان كذي قلت لكم اول شيء شوفوا البلدات، شوفوا الاشياء اللي تجوز لكم استخدموا. استانس يا جماعة، ترى MMO RPG توه طالع وعالم قدامك اكتشاف ودنيا، يعني راح نلعب احنا البي بي بي، راح نلعب البي بي، راح نلعب كل شيء. لا تنسى تدش الديسكورد وتعطي الفيديو هذا لايك وتقدم على الجلد، لأن الأماكن يعني مو محدودة، بس إنه عندنا مقولة إن التالي ما يلحق، لا خلصوا الناس سووا شغلهم يمكن ما يمديك إنك تدش مع المجموعة الأولية. بس هذا الموقع إذا تبي تاخذ البلد على طول، هذا جوي، عندك البلدات هذه مهارات اللي حاطها والتريتات والأشياء بالتفصيل، وعندك بعد التلفيل ماله، يعني هني هذا 3000 القوة مالته 3000، وتقدر تنزل بالقوة، تقدر تغير بالأرقام، تشوف على حسب اللي يناسبك أنت. فهذه النقطة اللي بوقف فيها الفيديو، أشكركم شباب على المتابعة، الروابط كلها راح تكون بالوصف، دش عليهم وشوفهم. إن شاء الله نشوفكم بالفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.